باشمهندس، يمكن كنت سألت ضيفي الكريم من الصين الإعلامي نادر رونغ حول ما فعله المدير التنفيذي لتيك توك بتوجيه نوتيفيكيشنز أو إشعارات للفئة العمرية اللي حضرتك ذكرتها وهي الأكثر انتشاراً على تيك توك. صحيح. يعني مسألة الوقوف أمام تمرير هذا القانون واستخدام حرية الرأي والتعبير يعني حول أمر كهذا كحظر تيك توك في الولايات المتحدة الأمريكية. هل فعلا تيك توك كمنصة اجتماعية عندها القدرة الهائلة دي على التأثير على الرأي العام؟ طبعا التيك توك عنده القدرة الهائلة على التأثير على الرأي العام لأنه استخداماته داخل الصين غير استخداماته خارج الصين. وبالدليل أن لو حضرتك طلع لايف من التيك توك وذكرت أي أبليكيشن أمريكي زي فيسبوك، ميتا، سناب شات، أي حاجة من المنتجات دي هيتم حظرك فورا من اللايف. فبالتالي في عنصرية تامة من ناحية جانب الصيني ناحية الأبليكيشن المنتشرة، وبنفس الوقت داخل الصين لما بكون موجود ما فيش أي منصة من المنصات دي بتكون شغالة، بكون محجوب تماما ومنحصر تحت داتا صينية أو تحت حكومة صينية موجودة بتحرك برضو الشعب بتاعها زي ما هي عايزة. ولكن تيك توك يعني الأبليكيشنز ميتا مش أكتف في الصين، مش أكتف غير فعالة في الصين. طبعا خالص، حتى جوجل شركة ألفابيت كلها مش أكتف. ففي نقطة هنا لازم أنوه عليها، ليه كل البرامج الصينية طلعة بإشعارات بتهدد أمن موبايلاتنا؟ يعني كاب كات برنامج تبع شركة بايت دانس اللي هو مونتاج معروف طبعا تبع تيك توك، برضو نفس النظام، تيك توك برضو جاي في الخانات الخطر جدا. كل الابليكيشنز دي انا بناشد الدولة المصرية ان هي تحجب اللايف تبع تيك توك زي بعض الدول العربية عملتها. ليه؟ لانه اللايف لما بيتفتح بيتقال فيه كلام بينتشر بشكل سريع جدا، بيتدخل مبالغ هائلة بشكل كبير جدا عن بقية الناس، بالناس بتتشجع ان هي تفتح لايف بشكل او باخر. والغالبية العظمى من اللايفز دي يا باشمهندس ما بيكونش فيها كلام جد. بالعكس، انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، هي وهو ده اللي بينتشر، هو ده الكلام اللي هو حضرتك بتشوفيه ان هو مش جد او بطريقه غير هادفه او بطريقه ترفيهيه، هي دي الحاجات اللي فعلا بتنتشر بشكل سريع جدا وفي الاخر بيقولوا المعلومات اللي هم عايزينها. زي ايه؟ دي لجان إيه المحتوى اللي ممكن يستخدم يعني من خلال اللايفز؟ المحتوى اللي ممكن يستخدم من خلال اللايف اللي هو الابتزاز الالكتروني اللي بيتم عن طريق اللايفات اللي موجوده، من ناحيه التهديدات الامنيه، من ناحيه مثلا البيوت اللي شغاله بتفتح لايف 24 ساعة بطريقة غير لائقة، وحضرتك أكيد فاهمة كلامي بده، وده منتشر فقط على تيك توك، مفيش منصات تانية موجودة. يعني في بيوت كتيرة فاتحة اللايفات بطريقة 24 ساعة بالظبط وبطريقة مش مناسبة تماما. فبالتالي في بعض الدول حجبت ده وقدرت تسيطر على النقطة اللي هي بيتم نشر الشائعات من خلالها، لأن أكتر الشائعات اللي دولتنا هنا بتحاربها بتيجي من التيك توك لأنه هو أسرع انتشارا. إحنا دلوقتي لما نيجي نقيس الموضوع ده بنبص على المنصات الأسرع انتشارا في انتشار المعلومة. الفيديوهات الطولية أنا مش بحاربها. بتكلم عن حجب التيك توك كمنصة ولا اللايفز اللي على تيك توك؟ بص أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة، المنصة صعب جدا حجبها لانه كده كده انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، هي فاتحه بيوت كتيره وفي منصات تانية فاتحه بيوت كتيره، ولكن المنصه صعبه جدا حجبها، ولكن اللي جوه المنصه لو تم تنظيمه هيفتح بيوت بشكل منظم جدا. هو انا مش بدافع عن الفكره بس كنت بفهم من حضرتك يعني مدى خطوره التطبيق او المنصه.